الكاميون الشيفور خدمة شريفة ترفض الخبز العشق بيناتهم جميعا. الاسم ديالي سفيان كبور من مرج شرق النوعة اللي تابع طنجة أزيلا. كنز الدنيا مكرف ساعدنا يعني ما كاينش الخدمة ما يمكن لك والو شحال تعمل هنا الفلاحة شي حاجة دبنية كتقابل مع المياك المهم كتسمى ديك الساعة كتخدم معايا النهار ديالك وسهل ديك الساعة نيت كتهي لك اللقاط لأن ديك الساعة ما كانش اسمها تاع الخدمة وما كناش كنقولوا الخدمة كنخرجوا ندمروا شحال من مرة جلست بلا خدمة ما عندك ما تدخل واحد الإحساس في شي إشكال أخطر أيام اللي كتشوف الزيار في الدار وكتشوف الأمور على قد الحال راه ضروري عتبقى فيك كتزول راسك وكتحرم راسك بزاف د الحاجات باش تلبي الرغبات ديال الوالدين ديالك ولا ديال ماك ملي كنت صغير وكنشوف يعني كنعرف اصلا شي عفار ديك الساعه نيسك كنت كنمشي مع الدراري نمشي ندور وكنمشي نخدم معاهم كنحلم ديالي انني نرجع شي فوق شبار الطريق وانني ندخل في الدحاس راه كتعشق ديك المهنه هذيك ملي جات هاد البرنامج نبنيو الحياة لافارج هولسين صراحة الله بدل ماشي غير أنا بزاف الدراري كنمشيو نقراو حنايا في المدرسة وكيفهمونا من بعد ما دفعت لنا بيرمي وديك الساعة قلت لك بدات كتحرك الخدمة تيسرت الأمور الحمد لله أول مرة ملي طلعت للكاميون كنت فرحان بأنك راك شيفور ووصلتي لواحد الحاجة اللي كنتي ديجا كتحلم بها وأنت باقي صغير كنفتخر براسي لأنني أنا وصلت لواحد الحاجة اللي كنت كنتمناها في واحد الوقت الكاميون ديالي عزيز عليا لأنه هو بحال نفسك هذا كيكون واحد الانسجام فهمتي بينك وبين ديك الكاميون واحد التفاهم بحال شي شخص جالس قدامك كتجبر راسك مفاهم معاه دابا الحمد لله تيسرت الامور كنفتخر براسي لانني قد بالمسؤوليه